السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب 5 جويلية لأنه فيه صور جديدة وعندنا بعض الملاحظات. يعني هذه الصور هذا تظهر بعض الأشياء اللي راح سوف أذكرها في هذا الفيديو. أولا نلاحظوا أنه الكراسي من نوع الجيد، يعني لي شاز بليونت. هذه أول ملاحظة على الكراسي. الملاحظة الثانية هو أنه العشب بدأ يتدهور، وأنا أطمئن الناس المتتبعين أنه الملعب هذا ما راح يحتضن مقابلات نتاع رسمية نتاع الكاف إلا في حالة الفوز نتاع الجزائر بتنظيم الشان، وهذا راح مازالوا عامين من بعد. إذن العشب، يعني نوعية العشب الطبيعي تاع الأرضية لا تهم، فهي كافية لتنظيم مقابلات نتاع المولودية هنا في يعني محلية، وهذا أمر يعني كنا يعني تعودنا عليه منذ سنوات. إذن نوعية الأرضية ما تهمش. الملاحظة الأخرى وهي هذه الملاحظة الهامة، أنه تم وضع ديكابين للفرق تاع البث التلفزيوني لنقل المقابلات، وهذه اللي كابين الأماكن هذه المغطاة وضعوها في المدرجات، وهي تحجب في الحقيقة تحجب الرؤية لكثير من الأماكن. إذن هذا هي فيما يخص بداية الأشغال بملعب 5 جويلية. نزيد نأكد لكم كيعني مهندس في الميدان، نقدر نقول لكم باللي الأشغال نتاع التغطية نتاع الملعب ولا تاع إضافة المدرجات من جهة الفلومبو لا تؤثر على المدرجات. يعني كاين بعض الناس يقول لك وعلاش داروا الكراسي وداروا منها باسكو راح يعاودوا يخدموها. هذا الأمر لا يؤثر، يعني ممكن يديروا بار اكزومبل يديروا اون كرو اللي تحمل الأثقال وكذا يديروها في وسط الملعب، يعني الأرضية تتأثر، لكن المدرجات ما يقيسها والو، ما حتى حاجة ما تقيسها. ممكن يديروا الأشغال تاعهم تاع التوسيعة تاع الملعب تاع التغطية تاع الملعب بدون ما يعني تنضر الكراسي. إذن هذا أمر عادي، يعني مش ما كاش إشكال فيه. هذه هي، أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.